السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في درسنا لهذا اليوم عن التشهد والصلاة الإبراهيمية التي يقرأها المسلم خلال صلاته. فالمر يعني ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم التشهد والصلاة الإبراهيمية، أيضا سنتعلم أوقات قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية. أولا، مفهوم الصلاة. ماذا تعني لنا الصلاة؟ فكروا وجاوبوا. الصلاة هي عبادة لله فيها أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. عدد الركعات في الصلوات المفروضة علينا في اليوم والليلة هي كالآتي، كما تعلمنا في درس الصلوات الخمس: الفجر ركعتان، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. أولا سنتحدث عن التشهد وصيغة التشهد كالآتي ثاني. فلنبدأ مستمعين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذه صيغة التشهد، وسنتعلم متى يقرأ المصلي التشهد أثناء صلاته. متى نقرأ التشهد؟ يقرأ المصلي التشهد بعد السجود الثاني في الركعة الثانية من الصلاة. أيضا يقرأ المصلي التشهد في الجلوس الأخير من الصلاة. إذن في صلاتنا نقرأ التشهد مرتين: المرة الأولى التشهد بعد السجود الثاني في الركعة الثانية من الصلاة، والمرة الثانية يقرأ المصلي التشهد في الجلوس الأخير من الصلاة. والآن سننتقل إلى صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يتوجب علينا حفظها كما يتوجب علينا حفظ التشهد. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه أيضا صيغة الصلاة الإبراهيمية، سنتعرف متى يقرأها المسلم. متى نقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ يقرأ المصلي الصلاة الإبراهيمية في الجلوس الأخير من الصلاة بعد التشهد. إذن تقرأ الصلاة الإبراهيمية مرة واحدة، يقرأها المصلي في الجلوس الأخير من الصلاة بعد أن يقرأ التشهد. أوقات الصلوات والتشهد والصلاة الإبراهيمية سنعرفها الآن مع موعد كل صلاة. صلاة الفجر تعلمنا سابقا في درس الصلوات الخمسة وأوقاتها أن أذان الفجر من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. سنقرأ التشهد في الركعة الثانية والصلاة الإبراهيمية في الركعة الثانية بعد التشهد، لأن عدد ركعات صلاة الفجر هي ركعتان. بارك الله فيكم. صلاة الظهر: صلاة الظهر وقتها من أذان الظهر إلى أذان العصر. سنقرأ التشهد في الركعة الثانية والركعة الرابعة كما اتفقنا. أما الصلاة الإبراهيمية تقرأ لمرة واحدة في الركعة الرابعة بعد التشهد. جزاكم الله خيرا. والآن وقت صلاة العصر: فصلاة العصر وقتها من أذان العصر إلى أذان المغرب. سنقرأ التشهد في الركعة الثانية والركعة الرابعة. أما الصلاة الإبراهيمية سيقرأها المصلي في الركعة الرابعة بعد التشهد. بارك الله فيكم. أما
صلاة المغرب فوقتها من أذان المغرب إلى أذان العشاء. سيقرأ المصلي التشهد في الركعة الثانية والركعة الثالثة، لأننا تعلمنا مسبقا أن عدد ركعات صلاة المغرب هي 3 ركعات. أما الصلاة الإبراهيمية فيقرأها المصلي في الركعة الثالثة بعد التشهد. والآن صلاة العشاء، فصلاة العشاء وقتها من أذان العشاء إلى أذان الفجر. يقرأ المصلي التشهد في الركعة الثانية والركعة الرابعة. أما الصلاة الإبراهيمية فيقرأها في الركعة الرابعة بعد التشهد. بارك الله فيكم. الواجب المحافظة على أداء الصلاة في وقتها وحفظ التشهد والصلاة الإبراهيمية غيبا في حل أسئلة الكتاب صفحة 32. بالتوفيق. والآن سننتقل إلى درس تحبونه جدا، سيذكركم بدرس سبق معنا في مادة التربية الإسلامية في الفصل الماضي. سنتحدث اليوم عن أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام وما عددها؟ هل تذكرون؟ بالتأكيد تذكرون. ماذا تتوقعون أن يكون درسنا لهذا اليوم؟ أنا أحب أن أكون. فلننظر إلى الصلوات المفروضة علينا ثم نقول ماذا أحب أن أكون. صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. فأنا أحب أن أكون. ماذا تحبون أن تكونوا؟ أحب أن أكون محافظا على أداء الصلوات في وقتها. في توقعك عن أي ركن من أركان الإسلام سوف نتحدث اليوم؟ هيا بنا نكتشف عنوان درسنا لهذا اليوم. الصلاة. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام وجميعكم تعرفون هذا. طب ماذا نريد أن نعرف عن الصلاة؟ ماذا تحبون أن تعرفوا عن الصلاة؟ سنتعرف اليوم إلى أعمال الصلاة وهي عنوان درسنا لهذا اليوم. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو أعمال. ماذا أتوقع منكم يا ثاني بعد دراسة هذا الدرس؟ أن أبين أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. أيضا أعدد الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة. كذلك أعرف أوقات الصلوات بالترتيب الصحيح وأرتب أعمال الصلاة ترتيبا صحيحا. سأسألكم الآن سؤال، هل تعرفون عدد الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة؟ نعم، أنا لا أشك بأنكم تعرفون. عدد الصلوات 1، 2، 3، 4، 5، 6، ماذا تقولون؟ أحسنتم، عدد الصلوات هي، فلنستمع الآن. فرض الله على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة يؤديها في أوقات محددة. إذن عدد الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة هي 5 صلوات. سأتعلم اليوم أعمال الصلاة. العمل الأول الذي سأقوم به أن أستقبل القبلة وأنوي الصلاة ثم أرفع يدي بجانب أذني وأقول الله أكبر. العمل الثاني أضع يدي اليمنى على يدي اليسرى وأقرأ دعاء الاستفتاح ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم أركع قائلا الله أكبر وأقول في ركوعي سبحان ربي العظيم 3.
أرفع رأسي من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم أعتدل قائما وأقول ربنا ولك الحمد. أسجد قائلا الله أكبر، وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى ثلاثا. أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر، وأعتدل جالسا. أسجد ثانية قائلا الله أكبر، وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى. أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر، وأستوي واقفا. أصلي الركعة الثانية كما صليت الركعة الأولى بالترتيب. بعد الانتهاء من الركعة الثانية أجلس وأقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية. إذا كان عدد الركعات ركعتان، أما إذا كان عدد الركعات أربع ركعات فأقرأ التشهد بعد الركعة الثانية وبعد الركعة الرابعة، ثم أقرأ الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأخير في الركعة الرابعة. أسلم عن اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وأسلم عن الشمال قائلا السلام عليكم الله. إذن يا ثاني، ماذا تعلمنا اليوم؟ لقد تعلمنا عدة أشياء. تعلمنا عدد الصلوات المفروضة علينا، أيضا تعلمنا أوقات الصلوات، وكذلك تعلمنا أعمال الصلاة، وأحببنا أن نكون محافظين على صلواتنا. بارك الله فيكم. الواجب حل صفحة 37 زائد 38 من كتابكم التربية الإسلامية. بالتوفيق يا صغاري الرائعين. والآن سوف أتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو آداب الاستئذان. فجميعنا يعرف أن هنالك آداب للاستئذان وللزيارة. فلننظر. سأقرأ لكم قصة دعاء. ذهب الدعاء لزيارة جارتها فاطمة، فدخلت بيتها من دون استئذان. نادت عليها بصوت مرتفع. فكروا يا ثاني، هل تصرف دعاء كان سليما وصحيحا؟ أرجو منكم الإجابة. ماذا لو كنت أنت مكان دعاء؟ هل كان تصرفك سيكون بنفس الطريقة؟ أم أن هنالك آداب لزيارة الناس؟ ما الأخطاء التي وقعت فيها دعاء؟ هل وقعت في أخطاء؟ ماذا تنصح دعاء أن تفعل في زيارتها القادمة؟ نعم، إذن الأخطاء التي وقعت فيها دعاء هي عدم استخدام آداب الاستئذان عند زيارة جارتها. ماذا تنصحها؟ أنصحها في المرة القادمة أن تستخدم آداب الاستئذان والزيارة. هي آداب الاستئذان والزيارة. سأقول لكم يا ثاني عن الإسلام وما حثنا عليه. حتى الإسلام على التزاور بين أبناء المجتمع، لأن ذلك ينشر المحبة ويزيد الألفة، ووضع آدابا للزيارة يجب مراعاتها. ومن هذه الآداب: 1- أختار وقتا مناسبا للزيارة. 2- أستأذن قبل دخولي، وذلك بأن أقرع الجرس أو أدق الباب ثلاثا. لماذا أدق الباب ثلاثا؟ انظروا ماذا أوصانا نبينا الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. أي يجب علي أن أطرق الباب أو الجرس ثلاث مرات فقط. ماذا أيضا؟ أذكر اسمي إذا سئلت عنه، موضوع جدا مهم. فعند طرقي للباب أذكر اسمي، مثلا أقول أنا محمد. أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل. أحرص على أن ألتزم بآداب الزيارة.
هي الزيارة يا تاني؟ الزيارة في الإسلام من الأعمال العظيمة التي تربط المجتمع المسلم بعضه ببعض، وهي سبب لتأليف قلوب البشر ونشر المحبة والوفاء بينهم، كما أنها العامل الأول لصلة الرحم بالذهاب إليهم وتفقد أحوالهم والجلوس معهم. فما أجمل الزيارة عندما تكون لله وحده خالصة لوجهه، لتفقد حبيبا في الله، أو للبحث عن مجالس الذكر، أو لدعوة قريب، أو مواساة مكروب، أو مشاركة المسلمين في أفراحهم وأتراحهم. الواجب حل صفحة 42 في كتاب التربية الإسلامية. بالتوفيق يا أحبائي.